جود مورنينج. اسمي اسلام مجدي، ممثل مصري مقيم في مصر، خريج ورشه نقابه المهن التمثيليه 2019. قدمت العديد من الاعمال التلفزيونيه مع اكبر مخرجين في الوطن العربي، مثال مسلسل احنا الطلبه، مسلسل الامبراطوريه مين، مسلسل بدون ذكر اسماء، مسلسل تحت السيطره، مسلسل ليل اوجيني، واخرهم مسلسل بيوتي سنتر 2019. طبعا انا في خبر حلو جدا كنت عايز اقوله، ان انا مشترك في فيلم شيام بليز اوف يورو. تم اختياري من قبل الشركه الانتاجيه، شركه انجلوس باور. طبعا انا فخور جدا ان انا هشترك في فيلم انتاج كندي، وتجربه جديده وخطوه جديده بالنسبه لي ان انا اكون مشترك في العمل ده. كل اللي هقدر اقوله، مش هقول اكتر من كده تفاصيل. انتظروا شيام بليز اوف فيوري، الفيلم من انتاج شركه انجلوس باور، ان شاء الله يعجبكم. انتظروني في دور احمد ان شاء الله في الفيلم، ويا رب يعجبكم. شكرا.